بعض الأمثلة. دابا هذا شوفور ديال الطاكسي، شوف هذا سي دي كال اللي جاو، شوفور ديال الطاكسي كيخلص تقريبا 180 درهم في الشهر، 6 ديال الدرهم في النهار. قالت ليه الافات عنده اون اوبيراسيون، هاد لوبيراسيون كتقام يعني ب 43000 درهم، خدا فيها تقريبا 94%، 41000 درهم، خلص 180 درهم شهريا، ولكن بلي جاه الافات وجاه هذا يعني الدوله او لو سيستيم يعني لا بروتيكسيون سوسيال اعطاه 43000 درهم. فهاد الشيء فاش يعني باش يدوى. دونك هاد الشيء فاش خصنا نخمو لينا لعائلتنا ولولادنا ولاد ولادنا، لانه باش نقدموا لهم واحد الصحه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.